في الحقيقة المملكة المغربية تجنح دائما إلى السلم، ولا تريد للجفاف البوليفاريو أن تغامر بهكذا مغامرة غير محسوبة بالدفع بلاجئين إلى القتال، وهو أمر مرفوض بحسب دعوات يعني المجتمع الدولي التي تدعو جبهة بوليفاريو إلى عدم التصعيد والدخول في حرب استنزاف ليست في صالح أحد ولا حتى المنطقة، يعني هي تريد أو قابلة على تحمل هكذا معارك. ولذلك المملكة المغربية هي دائما تحاول أن تقوم فقط بالدفاع عن النفس، لكن جبهة بوليفاريو هي تعمل على المغامرة وتتابع يعني عملا عسكريا تحت أنظار ومسمع المجتمع الدولي، وكذلك باعتصام مرسول التي لا زالت في عين المكان تراقب يعني عملية الخرق السافر الذي تقوم به جبهة البوليفاريو مما يهدد الأمن والسلم في المنطقة. المملكة المغربية دائما وأبدا تؤكد بأنها فقط في حالة الدفاع عن النفس، وتلتزم بدعوات المجتمع الدولي بضرورة حتى الهدوء عندما تكون والعودة إلى المملكة الشرعية في الدولية حالة وإلى دفاع عن طاولة النفس، المفاوضات. عندما تكون المملكة في حالة الدفاع عن النفس، ذلك لا يغني لوصول الأمر إلى تصعيد بين الجانبين، لكن هل برأيك بأن الدعوات الأوروبية والأممية للطرفين بالعودة لطاولة المفاوضات ستلقى آذانا صاغية في ظل على الأقل الخطاب التصعيدي من الجانبين؟ في المملكة المغربية ليس هناك أي تصعيد، كل ما في الأمر هو أن المملكة المغربية وتحت مراقبة يعني بعثة من رسو أعادت الأمور إلى ما كانت عليها. المملكة المغربية لم تغير في يعني في الوضع القائم. المملكة المغربية لم تنهي يعني العمل باتفاق وقف إطلاق النار. الجانب الآخر هو الذي يصعد، الجانب الآخر كان دائما في حالة خرق لوقف إطلاق النار، وهو اليوم يعلن رسميا إنهاء الالتزام بالاتفاق الأممي، رغم أن هناك دعوات المجتمع الدولي تدعو إلى الهدوء وتجنب يعني التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات. الطرف البوليفاريو وكذلك بدعم من الجزائر هي الذي لا تريد العودة إلى خيار البحث في قضية الصحراء في النطاق الأممي وكذلك عبر الحوار وكذلك السلم، وهي تجيش يعني مدنيين وعسكريين من اللاجئين للقيام بعمل عسكري، وهو تهور خطير. والمملكة المغربية دائما وإن تدخلت في معبر البرغرات فإنها تجنبت أقصى درجات عدم الاحتكاك بالمدنيين، وكانت العملية احترافية وبطريقة سلمية ولم تسلم أي خسائر هنا دعني لا في أسألك، العتاد ولا في الجبشة. بالنسبة إلى منطقة الكركرات، هل برأيك حقق المغرب الفائدة المرجوة من العمل العسكري في تلك المنطقة؟ طبعا بكل تأكيد اليوم المعبر هادئ وآمن وحركة التجارة الدولية تسير بكل يعني طريقة طبيعية، ويعني وهذا مسجل الآن ورصدته كاميرات وسائل الإعلام الدولية التي حجت إلى عين المكان. الطريق اليوم بات آمنا ومنتظما وهادئا، والتجارة العادية والطبيعية وكذلك كل التجارة التي يستفيد منها هي، لأن ذلك ممر إنساني ويعني للتجارة الدولية العديد من الدول لا سوى الأوروبية وكذلك دول غرب إفريقيا ودول جنوب الصحراء في إفريقيا. إذن المعبر آمن والمغرب حقق الغاية المرجوة هي إعادة المياه إلى نصابها أو الوضع إلى نصابه، وقد تم ذلك. فقط هناك مناوشات عسكرية محدودة تقوم وضحت بها جبهة البوليفاريو. المغرب لا يرفع الإيقاع في التصعيد، ويتمنى أن جبهة البوليفاريو أن تنصح إلى القرارات الدولية وإلى وضحت دعوات الفكرة. المجتمع. أتشكرك جزيل الشكر مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي، حدثنا مباشرة من الرباط.